اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايام الشهر المبارك تنعاد علينا وعليكم الايام بالف خير وحلقه جديده من واحنا لبعض. النهارده يوم 20 رمضان، يعني اول ايام العتق من النار واول ايام الجزء الثالث والاخير من ايام الشهر المبارك، ونف اول ايام الايام المفترجه اللي نستنى فيها ليله القدر. النهارده، لا بكره، لا اللي جاي، لا اللي بعده، لا الفرد اللي جاي، لا اللي بعده. بنفضل نتسابق في المعرفة ونقول هي ليلة القدر امتى؟ ليلة القدر امتى؟ ونسأل بعض ونتكلم على الواتساب في الجروبات مع بعض. مشاعر كده غريبة قوي، تبقى حلوة قوي 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 في كل بيوتنا. ده قالوا ان بكرة ليلة القدر، اصل السماء منورة، اصل القمر كامل، كلنا بنقول ده. ننقص منه بالمعرفة أو نزيد منه، الأكيد إن إخلاصنا في انتظارها واحد. سواء أصبنا أو لم نصيب، إخلاصنا في انتظارها واحد. ليه بقى؟ عشان في كل قلب واحد دعوة. ربنا عالم باللي في القلوب، وربنا خير مطلع على أوجاعنا، ربنا أحن واحد علينا. فلما بنفضل نتلفت شمال ويمين، يا النهارده ليله القدر، وتلاقي نفسك سايبه كل اللي في ايدك وعماله تدعي، وسايب نفسك تبقى ماشي كده في رحاب ربنا، وتدعي وتدعي لنفسك ولولادك ولزوجتك ولابوك ولامك، ربنا هتروح لفين تاني؟ هو ربنا ملناش غيره ملجا، ملناش حضن غيره. نترمي على بابه كده ونقف نقول يا رب ساعدنا. هتكلمي في ايه النهارده يا نهال؟ هتكلم في النماء. الكلمة دي، القطرة، كسرة يبقى فيه عندنا كتير، الزيادة، تلاتة دول كلنا بنتمناهم من ربنا. مين ما بيتمناش ان ربنا يكتب له زيادة في رزقه، مرتب يزيد؟ مين ما بيتمناش ان ربنا يوسع عليه ببيت اكبر؟ مين ما بيتمناش ان ربنا سبحانه وتعالى يزود في رزق ولاده وفي حياته وفي دنيته؟ هو مين ما بيتمناش الزيادة والكتر اصلا؟ كلنا. هو مين عايزها ضيقة عليه؟ كلنا بنتمناه، حق مشروع. انت بتطلب من الخالق المالك صاحب العزة والجلالة. انت بتدخل تكلم مديرك في البنك، بتقف قدامه كده، ولا مديرك في الشغل، ولا اي صاحب عمل، بتقف قدامه كده على استحياء. ما بالك بقى وده حالة بيديك مرتب اخر الشهر، ما بالك بقى اللي بتقف على بابه مديك صحة، مديك ستر، مديك ولاد وبنات، مديك بيت، مديك زوجة، بدي كل ده. مش فلوس بس، لا، مديك كل ده، نفس طالع وخارج هو اللي كاتبهولك ومديهولك. فتقف قدامه ازاي؟ رحبوا معايا بقى بشيخ ابراهيم الدسوقي، كلمنا اكتر في الايام الاخيره من الشهر المبارك، ايام العتق من النار. كلمه كبيره قوي يا شيخنا. طبعا طبعا، اي كلام يرد عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام له معاني وله روحانيات وله مدد من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني اذا مرت ايام الرحمه فما زال الله رحيم، واذا مرت ايام المغفره فما زال الله غفور. فان اتيت برحمه ومغفره في العشر الاوائل والعشر الوسطانيين ودخلت على العشر الأواخر، فاضمن العتق من النار، اضمن العتق من النار. وإن كان هناك تقصير في عبادتك، في عملك، في علاقتك مع الناس، علاقتك مع الناس، ما زال الأمل فيما بقي من عمرك، لأن أنت لسه موجود، أنت لسه صاحي، الأمل ما راحش، الامل ما راحش. صحي، دي حضرتك تقصد بيها عايش، حي حي. انت لسه حي موجود، ولسه هتصوم، ولسه عليك النهارده 20 وبكره 25 وهيجي عليك العيد باذن الله، وهتعيد، وربنا سبحانه وتعالى يديك العمر الطويل. لكن
لسه ما زلت بتقول انا امتى رمضان يمشي؟ ده انا تعبت فيه وانا تعبان والدنيا والدنيا والدنيا. انت فكر في حاجة واحدة بس، فكر ان الايام دي ممكن تعود عليك تاني وممكن ما تعودش. صح. وفكر كمان انك ممكن في العشر ايام دول تلخص حياة 60 سنة فاتوا كان فيها بعض الاخطاء، لان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني انا لو جيت وقفت وجيت على باب ربنا وخلاص انا سمعت كلامك ولزمت باب ربنا، ربنا هيمسح لي، ده مش هيمسح لك الذنوب بس، ده هيبدلها لك حسنات. الله. هيبدلها لك حسنات. فلا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الله. خش باب ربنا. الله. والزم باب ربنا. ولكن انا هقول لك الزم باب ربنا دي بكلام الجمال اللي قالوها، الزموا لله بابا، الزموا لله بابا قبل ان تمسى خرابا، الزموا لله بابا قبل ان تمسوا ترابا، كل من في الكون صفر غيره جدد متابا. والله ما متكلمه بعد الكلام الحلو ده. تعالوا نطلع نشوف اول تقرير معانا ونرجع ليكم مره تانية. ابقوا معنا. كل ما يتوضا حد من ميه يدعي لك، حتى لو من غير دعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من نيه، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في مالك وصحتك. ربنا يبارك للجميع اللي تبرعوا بالبير للعزبه هذه، عزبه كبيره، وجامع كان محتاج بير ومحتاج حميم، والحمد لله كثر خيرهم. التجمع هنا الحمد لله، يعني ما كانش عندنا ميه، كنا نعاني من مشكله الميه، مش عارفين نتوضا، مش عارفين نشرب. فجزا الله سبحانه وتعالى خير، يعني الشيخ علي نشكر مؤسسة على الخير حضرتك، وألف شكر ليهم، وألف شكر للمتبرعين، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم. والبير ده طبعا موفر ميه للمسجد، الناس طبعا تتوضى منه. نشكر مؤسسة فعل خير على هذا البير، انه بيع جاي وقت يعني بير مساعد، يعني صالح للشرب. المية الأولية كانت مالحة يعني. متشكرين وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على سقي الماء، وافضل افضل صدقه هي سقي الماء، وجزاكم الله خير وربنا يكثر من امثالكم. متشكرين وبارك الله فيكم. لنفتتح بير جديد لاهالينا في مطروح، الفرحه عارمه، وما زالت مؤسسه فاعل خير في كل لحظه ستفتتح الابار، لاننا في كل لحظه من اللحظات نحتاج الى عمل الخير ونحتاج الى فعل الخير، لان الانسان مطلوب ان يفعل الخير الى يوم القيامه. ربنا يبارك فيك حق، ربنا يبارك لك، جزاك الله خير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونحن صراحة هذا إنجاز عظيم، ونحن برضك عايشين على يومية الأمطار، وتجمع الأمطار هذا حاجة يعني سمح بالنسبة للصحراء، وحاجة ممتازة يعني. عودتونا على مدار كل الوقت تفتح حلقتكو بإنجازاتكو، ده طبعا بيدي دليل على ثقتكو، ودليل على اخلاصكم في النوايا، ودليل على انكم تقدروا تتحملوا المسؤوليه، لان برضو انتوا شايلين مسؤوليه. طبعا هو طبعا اللي تبرع اخلص النوايا خلاص. صحيح. ربنا كتبها له، فربنا يعني تقبل منه. انا اخلصت النوايا وشفت الشيخ ابراهيم الدسوقي، شفت مؤسسه فعل خير، انا قدمت تبرعي ويا رب عندك، فانتوا بتتحملوا المسؤوليه. انا بس عاوز افرح حضرتك بحاجه مهمه قوي. اتفضل. لو حضرتك الراجل قال انا خد الفلوس اهي وانا هاجي افتح البير، بخلاص انا بحطه على جنب. حطه على جنب ليه؟ انا هعمل البير، انا كده كده هعمله. اه. وهو هيجي يشوفه، يبقى انا دوري خلاص الحمد لله خلص. الحمد لله. لكن الثاني بقى حضرتك اللي بيحملك المسؤوليه يقول لك بينك وبين ربنا، معناها بينك وبين ربنا ان الدنيا هتروح. صح. شوف انت هتعمل ايه؟ وقدامك انت والراجل اللي أمنك ده يوم طوله 50,000 سنة. اذا انت النهاردة
حاولت انك تضحك عليه او حاولت انك تعمل اللي بمزاجك تصونش امان وما تصونش الامانة بتاعته وهتفوز قدامه، من يدافع عنك امام محكمة قاضيها رب الارض والسماء؟ يا الله يا الله، مين اللي هيدافع عنك قدام ربنا؟ قدام ربنا يومها لن تقول معي مال، لان الله قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. يومها لم تقول احضر شهود فشهودك منك فيك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. لم تقول إني سأستأنف الحكم، لأن كلام الملوك لا يرد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يومها أنت أمام خيارين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختر لنفسك فريقا تكون فيه، واختر لوجهك لونا يكون فيك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كلنا عارفين ان المال نعمة، واننا لما بنيجي نتكلم على حد ربنا اداه نقول ده ربنا فتح عليه من وسع، فتح عليه يعني نقله. طيب امتى يصبح المال نقمة؟ الله الله جميل. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يعطي المال قال فيه سبحانه وتعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، بالخير الأول مش بالشر. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يديك خير قوي وانت معوج اعرف ان ده نقمة. أيوة، وإن من عبادي من إن أغنيتهم لفسد حالهم. هو يعني إيه معوج؟ يعني يعني وضحها بقى. معوج ده يعني داير شمال. ربنا يقول ادي الصدقه تقول له انا مالي الفلوس دي بتاعتي. عمل زي قارون، انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض. انما لو قلت المال مال الله، ويا رب اللي انت قلت لي عليه انا هعمله في مالك، انت بتقول 2.5% انا هطلع 3%، انت قلت 10% زي المشايخ ما بيقولوا انا هعمل 15%، ايه اللي هيجرى لو طلعت التلت وبقيت زي الناس الطيبين والتلت رجحته في نص المال والتلت عشت فيه حياة رغد انت وولادك وكل اللي حواليك. على فكرة الاسلام لا يكره الغنى ولا الاغنياء، بالعكس الاسلام يقوم على كرم الاغنياء وعلى جود وسخاء الأغنياء. لكن عندما أكون بخيلا فلا جمعنا الله. عثمان بن عفان كان رجل غني، سيدنا أبو بكر الصديق كان رجل غني، ثلاث أرباع الصحابة كانوا أغنياء. ده لما أشوف بقى أنا لما أشوف الجدول أنا هقول لحضرتك أبو بكر الصديق وعارفين وبرح كل مال، عمر بن الخطاب وعارفين وبرح بنص مال، عثمان بن عفان وبرح بتجهيز جيش كامل، حتى علف الخيول جابها سيدنا عثمان بن عفان. طب قلنا الجماعة دول كانوا قريبين من بيت الحكم ومن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نتكلم على عبد الرحمن بن عوف لما قال على نفسه حسبتني لو قلبت حجرا وجدت تحته ذهبا، يعني بيقول أنا بقيت مش عارف أنا بعمل إيه لو قلبت اي خضرة في ايه، النشفة في ايده خضرة، النشفة في ايده خضرة. احنا عندنا نقولها كده، يقول لك ده فلان ده ما شاء الله تبارك الله يمسك التراب يعمله ذهب، النشفة في ايده خضرة. هي دي كانت صفة كمان قديمة، هو كده كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الرحمن بن عوف انك من الاثرياء ولكني رأيتك تدخل الجنة حبوا. هوبا، هنا بقى كان النقطة الفاصلة. حبوا بيزحف، حبوا ماشي على ايديه ورجليه. ايوه ماشي على ايديه ورجليه، كانت النقطة الفاصلة في حياة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ولماذا ادخل الجنة حبوا ولماذا لا ادخلها وثبا او جريا او راكبا كالريح او في مسجد بنيته او مع اصدقاء تصدقت لهم وعليهم، لماذا لا ادخل الجنة سريعا مثل ما يدخلها بقية الناس؟ وهنا فصل حاله قبل وبعد. عمل ماله بعت منادي في المدينة يا اهل المدينة
كلكم شركاء في مال ابن عوف. اللي عاوز يتجوز يجي وانا اجوزه، اللي عاوز اللي عنده دين يجي وانا هديله دينه، اللي عاوز ياخد فلوس عشان يعيش منها يجي وانا اديله عيش منها. خيف كلكم شركاء في مال ابن عوف. ثم اخيرا في يوم واحد باع ارض بخمسين الف وتصدق بها كلهم. جهز الف فرس في سبيل الله، جهز 4000 بعير في سبيل الله. جه في يوم من الايام السيدة عائشة رضي الله عنها قامت وقالت: ما لي اسمع ضجة في المدينة تكاد ترج بيوتها. قالوا لها: انها قافلة عبد الرحمن بن عوف فيها 700 راحلة محملة بكل انواع التجارة، محملة بكل انواع التجارة. قالت: يا ويح ابن عوف، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه يدخل الجنة حبوا. وطار الخبر الى مسمع عبد الرحمن بن عوف، فجاء سريعا والقى السلام على امنا ام المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها وعليها وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام، وقال لها: يا ام المؤمنين، ذكرتيني بحديث والله لم انسى من يوم ان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ام المؤمنين، انها قافلتي، اشهدك واشهد رسول الله واشهد الله واشهد المؤمنين اني تصدقت بها لاهل المدينة كلها بسبعمية راحلة. من يقول ان الصحابة كانوا فقراء؟ يقول ان الصحابة كانوا فقراء يبقى هو اللي فقير علم، يبقى هو اللي ضميره لسه عاوز يصحى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شالوا الدعوة الاسلامية فوق كتافهم، شالوا الدعوة الاسلامية من يوم ما كانش الناس لما جم من الكفر الى الايمان سابوا كل حاجة. لازم نقف جنب بلادنا وديانا. كمان هم سابوا كل حاجة لان كان الراجل بتجارتهم بيجهدوا بتجارتهم وباسمهم وبانفسهم. الراجل المسلم اللي هو يعني دخل الاسلام وساب الكفر ايام قريش قالوا له: لا انت جئتنا صعلوقا لا مال لك، سيب مالك. قال لهم: انا سبت مالي. وهو ماشي قالوا له: لا جئتنا ولا ثوب عليك كهذه، فخلع لهم ثوبه وقال لهم: اتركوني اهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساب كل حاجه. الراجل هنا بقى، الراجل ده هو ده اللي دخل الاسلام وما معهوش. مين اللي شال الناس دول؟ الناس الاغنياء اللي هم كانوا في الاسلام. يكفينا ان حضرتك نعرف ان ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اعتق في يوم واحد 40 رقبه. كانوا كلهم في العزاء. يستحضرني كده بقى واحد عامل موائد رحمن، مائده واتنين كده، تلاقيه موقف ناس من رجالته ويشرفوا عليها وما يكتفيش، ده ينزل بنفسه ويبص عليها كده ويشوف الاكل المحطوط. ثوابه عند ربنا كبير قوي. ده بيفطر مع الناس. يعني انا عارف ربنا يكرمه. برضو عندنا محمد بيه ابو العنين صاحب مكاننا، الراجل ده في مائدة، فانا اعرفها كويس لان انا كنت بروح جمعيه ابو العنين في الجيزه في البحر الاعظم، وخدنا من هناك مئات الامطار من السيراميكات لكل المساجد اللي عندنا بدون ما يعرفني ولا انا اعرفه، بدون ما يشوفني ولا اشوفه. لكن ربنا سبحانه وتعالى، هذا رجل اهل الجيزه كلهم يعرفون، هذا رجل يتاجر، هذا رجل يتاجر مع الله. وغيره الكثير. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وخير الناس من بين الأنام رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد أبدا ما دمت تقدر. عند جيران بملا كده، بشيل كده في بالجيركن الصغير كده من عند جيران، وبدخل واغسل هدومي واملا واشرب وبجيب من عند جيران واعمل قطر الطبيخ واعمل الشاي منها. والله تعبانه وبطلانه، بعكز على العصايه بطلانه، رجلي وجعاني. ربنا يبارك فيكم. نفسي يبقى عندي عداد، نفسي يبقى عندي عداد واهل الخير كده يجيبوا لي عداد اشرب. ربنا يستر عليكم قلوب الخير الناس الطيبة.
طالبه ايه يا حاجه سيده في الايام اللي احنا فيها دي؟ طالبه ان انا اجني عداد واشرب ميه حلوه وابقى مرتاحه، ما اشيلش على ما اشيلش جيركن في دي واجري عند جيراني. انت دلوقتي بتملي من تعبانه من مالي النهارده؟ ايوه تعبانه من مالي. اللي ما عرفش يبر امه وهي موجوده دي امك، دي حياتك، دي سعادتك. انت بدون دي انت مالكش حياه حتى ولو كنت حي. اللي عايز يبر الام ده بر، ده بر الام الحقيقيه في الايام اللي احنا فيها، الايام اللي هي طاهره دي امي ودي امك. عايزين نقول لها ان كنت تعبتي انت ليكي بدل الابن الف ابن، كلهم هيسالوا عليك وكلهم هيجيبوا لك اللي انت عايز اللي انت عايزاه. والله يعلم ربنا، المامناش الساعة 6 ولا الساعة 5 ما تلاقاش مية عند الجيران، لك المية قطعت خلاص. منين عم لا تقطعن يد المعروف عن أحد أبدا ما دمت تقدر، فالأيام تارات. ولقد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم بين الناس أموات. والله تعبانه وبطلانه، بعكس على الحصايه بطلانه، رجليا وجعانه، ربنا يبارك فيك. عايزه حضرتك تقول لي بقى مطلوب ايه وتوصف لي القريه دي. احنا روحنا حضرتك القريه دي في بني سويف عشان نعمل ابار. وكنا ماشيين بنفتتح ابار، فاحنا لما بنفتتح ابار والناس يقولوا ده الناس ده هم اللي عملوا الابار دي، مؤسسه فعل خير الخيريه، تبص تلاقي حضرتك راجل جاي، راجل ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في الناس واهل الخير، يعني يقول اذا سمحتوا ممكن تشوفوا خالته فلانه، لان خالته فلانه دي محتاجه وصله ميه، خالته فلانه دي تعبانه محتاجه انكم تعملوا لها راتب شهري، خالته فلانه دي تعبانه اعملوا لها السقف بتاعها او شوفوها، لان ملهاش راعي غير ربنا سبحانه وتعالى. نخش نلاقي، خليني سامحيني اسميها مآسي. اسميه يعني الست دي ازاي هتجيب جيركن ميه؟ ازاي هتجيب جيركن ميه من 2 كيلو؟ طب ليه ما اعملهاش وصله ميه؟ اطلع من عندها يقول لي ده فلانه عندها 4 بنات يتامى وعاوزه سقف وعاوزه وصله ميه، ولان جوزها متوفي او جوزها هجرها ومشي. سعر السهم في السقف كام؟ يبقى محتاجين في القريه دي، عاوزين حضرتك 200 سقف و200 وصله ميه و40 بير. اديني بقى الارقام كام؟ ال 200 دول سعر السقف كام؟ السهم في السقف بخمسه هو بخمسة السهم في السقف يعني السهم يعني ايه حضرتك؟ لان البيت مثلا 80 متر. السهم انا بعمل على اساس ان يبقى في ثلاثه اخد منهم 15,000 واجيب خشب ولوح يكفي البيت كله. الله يبارك لكم. لو كان البيت مثلا على 100 متر يبقى عاوز 4 اسهم. يعني ما فيش حد يقول لي انا اديت لك 5,000 ما عملتش السقف كله ليه للست؟ 5,000 جنيه ما لو في الجد من غير مؤسسه ما يكفوش عماله. لكن احنا بنشتري بيهم الواح وبنشتري بيهم عروق خشب وبنشتري بيهم مسامير وبنشتري بيهم مشمع وبنشتري بيهم. بعتوا لنا فيديوهات العمايل بتاعت الاسقف، يعني فيديو كامل للاسقف اللي انتوا بتعملوها، يا ريت والله يا شيخ. عندنا حاضر، نعمل لحضرتك حاجه جميله ديت ونعرضها ان شاء الله. عشان الناس تفهم، لان انت قلت كلمه صح جدا، ما يكفيش عماله. الناس اللي انتوا بتستعينوا بيهم عشان ندق المسامير والاسقف ويرصوها والالواح ونقلها ما تكفيش. لا ما تكفيش خالص. كمان انا لو قلت واحد بيقول لي صبي لي ولو اوضه وصاله وحمام ومطبخ ويديني 5,000 جنيه، يا راجل الله يكرمك ده طن الحديد ب 40,000 جنيه. طيب كده فهمنا الاسقف، وصله الميه، وصله الميه ب 3,000 جنيه، السهم في البير ب 5,000 جنيه، السهم في محطه التحليه ب 10,000 جنيه، لكن محطة التحلية ب 150,000 جنيه، على فكرة محطة التحلية فاضل فيها 8 أسهم. طيب، هكلم حضرتك في حاجة. هو المخرج أستاذ أحمد علي مصمم إحنا نطلع فاصل، بس أنا هستأذن في حاجة، ثواني. السؤال بقى، حد كان ربنا فاتح عليه وموسع عليه، لكن التجارة قلت والدنيا مسكت، عندك حل ليه تصدق؟ هو حضرتك عاوز يكتر التجاره تاني؟ ثواني بعد اذنك عشان مصمم ياخد الفاصل، تعال نطلع ناخد الفاصل ده ونرجع لكم مره تانيه، ابقوا معنا ودقائق اروع ما تكون. رجعنا لكم مره تانيه بعد الفاصل. كنت
بسأل حضرتك بقول لك حد يقول لك الدنيا الخير قل. أنا إيدي اتزنقت، أنا مش عارف أعمل إيه. بص، في كلمة كده بنقولها لبعض أنت أكيد عارفها. يا عم أنت بتقول إيه يا ستي؟ أنت بتقول إيه؟ الدنيا ما بقتش زي الأول. هي العيب في الدنيا ولا العيب فينا؟ الأول حضرتك يعني التجارة قلت. التجارة قلت، ده موضوع عالمي. موضوع عالمي. موضوع مش في مصر بس. موضوع مش في مصر بس. حضرتك عامل المصنع من 50 سنة، ربنا سبحانه وتعالى كرمك فيها كبير وصغير. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يختبرك أشهر قليلة أو عام واحد أو كده تكفر بربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ده أنا لازم أتني العطاء هو العطاء، لأنه من عرف الله في الشدة عرفه الله في الرخاء، ومن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. طول ما أنت ربنا سبحانه وتعالى مبتليك، عامل اختبرك المئة ألف بقوا 50 ألف، حلو خالص. عاوز المئة ألف دول يبقوا 50 ألف، ولا عاوز الخمسين ألف يبقوا 100 ألف؟ طبعا كلنا احنا بنحب الزيادة. نرجع لأول الحلقة، الكسرة والزيادة والنماء. والنماء. يبقى خد كلام ربنا سبحانه وتعالى، عبدي أنفق أنفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة. الآية دي تحير اللبيب. بقولها برضو بالبسيط خالص، الحاية دي الآية دي تحير اللبيب. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم. خذ، العقل بيقول بعد الأخذ نقص، مش العقل بيقول كده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ضرب بالعقل ده خالص وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الأخذ بالصدقة بصفة خاصة ينمي، تزكيهم يعني إيه؟ تنميهم، تزيدهم، تزيدهم حقيقة وبركة. يعني المال بيزيد فعلا، المال حقيقي، المال بيزيد. تعالى ربنا سبحانه وتعالى، في ناس اخواننا عندهم مصانع وحبوا، في كتير قوي قال لك انا عاوز 50% من العماله، واحد قال لا والله زي ما شالوني زمان انا هشيلهم دلوقتي. هو المصنع الوحيد اللي شغال، هو اللي المكن بتاعه الانتاج بتاعه مش راكد في السوق. طيب، هو اللي ليه منافذ وربنا كرمه. طيب، هرجع للسؤال، هو الدنيا اتغيرت ولا احنا اللي اتغيرنا؟ لو كان في سماح، يعني ما تقنعنيش يا مولانا. يعني بص يا فضيله الشيخ، احنا بنشوف الافلام القديمه وعشنا مع اجدادنا واجداد امهاتنا واجداد ابائنا، حالهم كانوا اقل بطبيعه الحال، ومحدش اتولد في بقهم على ادهم. الشعب ده طول الوقت بيعافر وبيحاول وبيسعى. طب هو ايه اللي حصل؟ الشكوى بقت كتير ليه؟ طب خلينا حضرتك مع بعض، وبرضه نخليها ايه، نفصلها كده. اتفضل. الزمن اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده هو اللي جاب يعقوب، وهو اللي جاب زويل، وهو اللي جاب اشهر الاطباء اللي العالم كلهم بيشاور عليه. صحيح؟ هم دول الناس دول. طيب النهارده بالمعلقه الذهب دي ايه؟ بلاش دي. لكن خليني اقول لحضرتك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. احنا اللي خيرنا قل في نفسنا. ايوه، هو كده. اليوم هو اليوم 24 ساعة، والعام هو العام 365 يوم، والسنة هي السنة 12 شهر. السنين دي والايام دي هو كون الله سبحانه وتعالى، هو الذي انجب رسول الله، وهو الذي أنجب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو الذي أنجب عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن عباس، وهو الذي أنجب عبد الرحمن بن عوف. مش كده؟ مش ده حصل؟ حد بيجي من السادة مش هنيجي يقول لك انت بتقولي ايه يا نهال؟ لا، هو ده الحال. بص، مامتك وباباكي كانوا بيتجوزوا ازاي، وأول جوازتهم كانت ازاي، وإمكانياتهم واللي دخلوا بيه ايه. بص حضرتك، لكل شاب وفتاة بيبدأوا حياتهم إمكانياتهم ايه؟ برضو بتعمل لهم ايه؟ بدم حضرتك، يعني انا ده بقول بس برهان على ان كلامنا حقيقي. بدم حضرتك جبت بقى سيره الجواز. انا ابويا عمري ما سمعت، انا عشت مع ابويا 45 سنة قبل انتقاله وقبل وفاته رحمه الله عليهم. لا انا ما اعرفش اسم امي.
كمان ادي لها الست يا ام ابراهيم او كان دايما يقول لها يا ام ابراهيم. صح. هي كانت تقول له يا شيخ فودة. صح. يعني فين صح هو؟ الفطرة والاحترام. هو ده اللي خلانا احنا الجيل بتاعنا اللي هو اللي عنده 60 بقى و70 سنة زينا كده. هو ده مخلينا ماشيين على النهج ده. طيب عايزين نعلم ولادنا وربنا يسترها معاهم زي ما بدعوة أبائنا وأمهاتنا ربنا سترها معانا. الكبار لازم يبقوا قدوة. روح صلي الفرض في الجامع وتعالى هات سجادتك وصلي السنة في البيت عشان ولادك يعرفوا انك بتصلي. العيال الصغيرين يحاكوك يقلدوك يقوموا ويقعدوا جنبك وما تضربهمش عشان هم بيركبوا فوق كتافك. هكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتلى ظهره الامام الحسين بن علي سيدنا مولانا الامام الحسين سيد شباب اهل الجنة تنه ساجد طولت السجدة قوي. فحد من الصحابة راح باصص كده عشان يشوف النبي حصل له ايه. فلقى سيدنا الحسين فوق. فبعد النبي عليه الصلاة والسلام ما خلص الصلاة قال لهم كل ذلك لم يحدث. لما قالوا له خوفنا ان يكون حصل فيك حاجة او يكون ربنا غير شكل الصلاة قال لهم كل ذلك لم يحدث ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله. الله. افتحوا ابواب الامل للولاد ومش كل حاجة اضرب الواد على وشه اضرب. لا 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 خالص لا خالص. تعالوا تعالوا نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. الصدقة بالماء يفك الله بها الكروب. الصدقة بالماء يشفي الله بها الأمراض. هذا المكان لا يوجد فيه ماء، فيه مسجد ويحتاج إلى استكمال البئر اللي هم بدأوا فيه منذ فترة ولكن خلاص مش قادرين يكملوه. مين اللي هيقول إن أنا معاكو أكمل البير ده؟ احنا عايزين بير ونحفره فيه والبير ده ما نقص عايزين يكملوه، عايزين محتاجين حد يساعدنا بس يكملوا ده البير في الجامع ده. تعالوا معايا عشان نتفرج على البير اللي هم بدأوا فيه ومش قادرين يكملوه. امشي معايا كده وشوف. انا عاوزك تبص لي بقلبك. الناس هنا هم عملوا البير بتاعهم واشتغلوا فيه وربنا سبحانه وتعالى كرمنا معاهم عشان نقدر نكمل البير ده. هو مين من اهل الصدقة هيشتغل معانا؟ عند المسجد ده، المسجد ده جاي على طريق فرعي. المسجد ده احنا ما عندوش مية خالص وبفضل الله وبفضل مجهود اهل الخير احنا حفرنا بير وجبنا ناس هنا تشتغل وبالجهود الذاتية. عاوزين حد، عاوزين استكمال البير ده، عاوزين اهل الخير حد يكمل لنا حفر البير، حد يمحر لنا البير، حد يعمل لنا الخرزة بتاعت البير، حد يجيب لنا اسمنت البير. احنا قاعدين اهو والميكروفون بيدن. جزاكم الله خيرا، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هيا بنا نقف وقفة رجل واحد حتى نستكمل هذا البئر. استكمال البئر ده مهم جدا للمنطقة بالكامل، مهم جدا بالمنطقة بالكامل. انا بقول عملناه ست اسهم كل سهم 5000 جنيه. مدوا ايديكم لينا عشان نستكمل البير ده وخاصة واحنا في ايام الخير. يمكن يعني انا عايزة اقول لحضرتك على حاجة. في كتير مننا بيتسابق في رضا ربنا. انت واقف في الجزء الكامل ورد القرآن. صحيح. انت في الجزء الكامل النهاردة واسر والله اباء وابنائهم امهات وبناتهم وابنائهم تبقى حلوه قوي يا مولانا. يعني الحمد لله الخير موجود، الخير موجود في مصر الحقيقه وبيوتنا كلها خير الحمد لله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد المهتدي هدى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل من يعني على غير الطريق اهتدى. اللهم امين. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدي الناس كلها وايام العتق من النار دي ما يضيعوش منها ثانيه يعني يغيروا حياتهم. طيب انا عايزه اتصدق واعمل صدقه وشفت البير ده وقلت يا رب اجعله من نصيبي وانا هعملها. فضل الصدقه الجاريه في الايام دي ايه؟ الصدقه يعني الايام الاخيره من شهر رمضان اللي عتق من النار. النصح بقى ربنا يكرمه وعلى طول يتصل ويحجز البير ده لان البير ده اقل
5000 جنيه. البير ده ب 25000 جنيه. ما حاولوا فيه الاهالي. هم حاولوا فيه لحد 5000 جنيه وال 25000 جنيه يكملوه. فانا هاخد منك 30000 جنيه ليه؟ انا هاخد منك 25000 جنيه وهيتعمل. طيب انا مش عاوز حد يشترك معايا في البير، وما حدش هيشترك. لو حضرتك ما دفعتش ال 25000 اللي عملوه ده هيتردم. اللي عملوه ده هيتردم لان هناك الريح قوي جدا، فهيجيب التراب وهيجيب كل حاجه دي ويردموا الشويه دول. فانت بال 25000 جنيه بتوعك ربنا سبحانه وتعالى هيعملك وهتستكمل هذا البئر، ولك الاجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى، لانه بئر مسجد. اللي هيصلي هيتاخد اجره، واللي هيتوضى هتاخد اجره، واللي هيفطر ويتسحر تاخد اجره، واللي هيقعد بين الصلاه والصلاه ويذكر ربنا انت هتاخد اجره. علاوه على ان التجمع اللي هو حوالين البير ده، اللي حوالين المسجد ده 4000 نسمه كلهم هيشربوا من البير ده. فحضرتك اتصل على التليفون وقول انا عاوز البير اللي هو استكمال ده، وان شاء الله باذن الله ننفذه، وكون انت خدت الاجر واثبتت نفسك من هؤلاء العتقاء من النار في شهر رمضان. سعر البير دوت 25000 جنيه. 25000 جنيه يميزه عن الاخرين ان هو لمسجد، وان اهله حاولوا يستكملوه اهل المنطقه، لكن هو ما كملش، ما عرفوش يكملوه لان ضيق ذات اليد، ما عرفوش يكملوه. بس ما حدش بقى يسمع ويقول لك والله العظيم الشيخ. انتوا طبعا مش بيبقى شكل البير كده، انتوا بتعملوا له مواتير رفع، يعني هو قدامنا زي ما انتوا بتعملوا له مواتير رفع. احكي لي وصف لي البير كده. حضرتك اللي احنا شايفينه ده الحبل طالع نازل فيه ده اسمه فم البير. فم البير ده سبحان الله الارض هناك فيها 3 متر صخري، 2 رجاله ما يعرفوش يفتحوا المتر في يوم كامل. يلا بحاجات كده ببنط كبيره وبمعدات وكده. وبعدين بننزل من الثلاثة متر بنروح بقى ماشيين كده 8 متر وكده 8 متر وكده 6 متر. ده موضوع، ده خزان، ده بيبقى حاجة فظيعة. انا بعمل 6 متر وبعد كده بصب بخرسانة في الارضية 30 سنتي، بس مش بالاسمنت العادي، احنا بنصبها باسمنت السويتر ومخلوط بيه كمان مواد عشان ما تعفنش المية. وبعدين باجي بقى للسقف بورنشه ورنيش برضه عشان يطلع الريح من الميه. وبعدين بعمل هوايه في البير. وبعد كده بجيب مطور بحاجه اسمها غاطس، بمطور كلبيده واحد حصان، تحضير ذاتي لازم يبقى كده، لان لما بجيب مواتير اللي هي اقل صنعا ما بتستحملش عوامل الجو. وبعد كده بيبقى الشكل النهائي اللي بنشوفه. انا بقى بجيب الميه الاول. طب انا بجيب الميه، هم بيشربوا بقى من الماتور؟ لا، ما بيشربوش من الماتور، ده انا بعمل مبنى اللي هو زي حضرتك الـ 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 الحاجات اللي احنا بنعرضها. بعمل مبنى فيه 5 حنفيات او 4 حنفيات، اقل حاجه 4 حنفيات، وبعد كده خزان 1000 لتر. فبشغل الكهرباء تجيب الميه من الارض تملى الخزان الالف متر، والراجل او الست او الولد يفتح الحنفيه ياخد الميه بتاعته نظيفه. استغنينا بقى بالحاجات دي كلها عن زمان. احنا رحنا مطروح لقيناهم بيجيبوا الميه بجردل عفاكم الله، يعني بكده باي اناء شركن او حاجه بحبل، وبعد كده طب ما هو بيطلع الجردل ده بيحطه فوق وبيجيب الجردل يحطه في الميه. لا طبعا، فرق سما كده بنلوث الميه، فرق سما. فعلى فكره يعني المؤسسه يمكن اللي اختارت الشكل ده اول حاجه احنا عملنا فيها الحمد لله وكسبت، وبعد كده غيرنا بقى يقلل. طيب حسن حضرتك برضو، احنا في الايام على شرف انتهاء الشهر الكريم، يعني الواحد مش قادر يقولها، الايام اللي عتق من النار هنقولها كده، الايام الاخيره، بلاش الاخيره كمان، نستنى نخليهم الليلتين الاخرانيين، اصل احنا لسه مستنيين ليله القدر، لسه مستنيين مغفره كبيره من ربنا، لسه مستنيين نختم القران، احنا برضو يا شيخنا برضو لسه مستنيين، احنا ما خلصناش برضو 10 ايام معناها تلت الشهر، فمش هنستعجل عليه برضو زي حضرتك. أيوة. ما بتقولي جميل، يعني احنا بنقول الايام الاخيره، ربنا فضل دي اخر ايام، دي فضلها عن باقي ايام الشهر الكريم، ده العتق من النار. السؤال بقى اللي دايما نتساله اليومين دول، هل هي الايام العشره من رمضان افضل؟ ايوه، ولا الايام العشره من ذي الحجه؟
احنا بنشغل مخنا، احنا بص احنا بنقعد نشغل مخنا. اني الايام اللي فاضله، ايام نهار ايام العشرة من ذي الحجة افضل من نهار الايام في العشر الاواخر من رمضان، وليل العشر الاواخر من رمضان افضل من ليل العشر الاوائل من ذي الحجة. الله، الإجابة واضحة اهي. تعالوا ناخد تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنا بقالي 15 سنة بشرب مية بالفلوس، واشتري عشبة اشتري الجركن بخمسة جنيه وبسبعة جنيه. والله أنا بقالي 15 سنة بشرب مية من الترعة ومن الباب منعوتة، ومن كل البلاد بيجيني مية بالفلوس. من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة، وأي ظمأ غير هذا الجد الذي لا يحتاج إلى شيء يستره إلا ماء. عاوز شوية مية، طيب انت عاوز حاجة تاني يقولك عاوز شوية مية. طب فين السقف اللي احنا قاعدين تحته؟ مفيش. طب فين البلاط اللي احنا واقفين فيه؟ مفيش. طب فين المية اللي هي موجودة؟ برضو مفيش. يبقى محتاج كل حاجة. مين هيقول الراجل ده وصلت المية بتاعته عليا وله الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ المنطقة دي ما فيهاش مية خالص؟ المنطقة دي ما فيهاش مية خالص، ولا 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 عارفين نشرب مية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النار اللي بنعمل عليها الأكل ماشي، وده السطح اللي احنا عايشين تحتيه، بناكل وبنشرب على النار دي. ما عندناش مية وما عندناش نور، ومحتاجة أجهز العروس اللي هناك دي. إيه بتاع واكي مش عارف أشتغل بيها خالص، وساعدوني معلش عشان إيه؟ عندي بنات عايز أجهزها، وعليا قصات متجوز بنات مش عارف أسددها برضه، وما عنديش مية ولا عنديش نور ولا عندي سقف خالص في البيت. ده مش هينفع نقول حتى ده البوتاجاز اللي ممكن ياكلوا ويتدفوا ويعملوا كل حاجتهم عليه، ف يعجز اللسان انه يبصر في الحاله دي. النبي كان بيستعيذ من غلبه الدين وقهر الرجال وشماته الاعداء. عم احمد مضطر ان هو في غلبه الدين وقهر الرجال، ان هو مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف على عياله. هو نفسه السقف اللي حضرتك شايفه ده مش موجود، لو النار دي هبت شوية هتولع في السقف اللي موجود ده. فعلى الأقل نبدأ نجيب لها بوتاجاز، على الأقل نبدأ نجيب لهم نشربهم مية. عشان سبحان الله انت جاوبتنا الإجابة اللي ممكن تكون يعني بتراودنا طول الوقت، وربنا عمل ده علشان يبقى أفضل في آخر الشهر عن أوله، لان حتى يعني سبحان الله انتظرنا ليله القدر والليالي الفرديه بيبقى اكتر. طيب نفترض انا وحضرتك ان حد بادئ يتعلم جديد انه يعمل صدقات من ماله، ممكن لوضعه المادي، ممكن لوضعه الاجتماعي، ايا ما كان، تنصحه بإيه؟ هو يبدأ مع ربنا سبحانه وتعالى وينوي بينه وبين ربنا، يقول له يا رب بإذن الله تعالى كل اللي ادتولي أنا هنفق منه في شهر رمضان، هنفق منه في شهر رمضان، بس اوعى تقول لربنا لما تديني هدي. لا لا، فرق بسيط خالص. حضرتك اقعد بينك وبين ربنا في ليالي القدر الجميله دي، وقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب كل اللي هتديهولي هطلع منه، مش لما تديني هدي. بس لو مثلا في حد وعد ربنا بيقول له يا رب لو ربنا رضاني في الموضوع ده، لو ربنا كتب لي الشغل ده،
لو ربنا رزقني بالبزنس ده انا ان شاء الله نويت اعمل كذا 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 كذا. ده الحقيقة اشتراط على الله سبحانه وتعالى، وهذا الاشتراط يعني لما انا بروح لراجل واسطة لما بروح لراجل واسطة يعني عندي من العيلة وراجل منصبه كبير وبتاع وبقول له اقدر اقول له لما تعمل لي الحكاية دي هاجي ازورك؟ لا وحشة قوي. لا يليق. لا وحشة جدا. لا يليق. ده ممكن ما اعملهاش اصلا. انا كده بقى مع ربنا سبحانه وتعالى لما بقول له لو عملت لي هعمل. لو عملت لي هعمل. على فكرة بس برضو عشان ما ظلمهاش قوي، في ناس طبيعتها كده، في ناس يقينها في الله سبحانه وتعالى وبيكلموا ربنا بنية كويسة وبنية حسنة، لكن انا بقول له بلاش دي. طب لو قالها يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى، طب قول لنا نقولها ازاي؟ يعني يا رب جبت لي الشغله دي ما جبتهاش انا راضي، بس والله انا ناوي اعمل كده، يعني قول لنا يا رب. يا رب عند عملي في المكان الفلاني، عند عملي في المكان الفلاني ان شاء الله باذن الله ناوي بين اعمل وكيره. حاضر. اعمل ذبيحه. ايوه. انما لو شغلتني هعمل. طب ولو ما اشتغلتش؟ مش عامل. يبقى انت كاسه. نورتني وشرفتني، بقول لنا شيخ ابراهيم الدسوقي، ودايما اللقاء معاك بيبقى من جماله بيمر بسرعه، ودايما معلوماتك بتقدمها لنا ببساطه وبسلاسه. طلبات حضرتك في اجاز؟ احنا عاوزين ال 500 وال 500 وال 500، 500 بير و 500 وصله ميه و 500 سقف. ال 500 دولت احنا الحمد لله خدناهم اتجاهات، وباقي لنا من النهارده في العشر الاواخر فاضل الاربعينات، فاضل ثلاث اربعينات، 40 و40 و40، كل ثلاث ايام هنشوف ال 40 دول هيفوتوا ويموتوا ولا لا. احنا عاوزين 40 بير في بني سويف، عاوزين 25 بير في مطروح، وعاوزين 15 بير مساجد في مطروح، عاوزين 200 سقف، وعاوزين 200 وصله ميه. لما نعمل الحاجات ديت يبقى هنقول البير ب 30,000 جنيه والسهم فيه ب 5,000. فاضل كمان الثلاث محطات تنقيه ميه، فاضل فيهم محطه واحده محتاجه 10 اسهم. نورتيني وشرفتيني. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده، انتظروني غدا في نفس الميعاد على صدى البلد والاعاده الرابعه عصرا على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في امان الله.